السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعطيل الدراسة بالأسكندرية اليوم الخميس 22/12/2022 عندنا هنا في اسكندرية في مصر. أعلن اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية تعطيل الدراسة غدا. هو الخبر طبعا معمول من يوم الأربعاء يا جماعة، الخميس 22 ديسمبر، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمون بنطاق المحافظة، ونظرا لسوء الأحوال الجوية، وأصدر محافظ الأسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة في ترعى طفلا يقل عمره عن 12 سنة ميلادية أجازة استثنائية الخميس 22 ديسمبر 2022. وجاء هذا القرار محافظة الإسكندرية، استثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنبطشيات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير الإدارة التعليمية. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس، دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكم.